التلفزيون العربي. مراسل التلفزيون العربي عميد شحادي. عميد أهلا بك. إذا كنت تحدثت معنا عن انسحاب قوات الاحتلال من طوباس، كيف هو المشهد الآن وماذا عن بقية مناطق الضفة الغربية التي شهدت اقتحامات ومواجهات أيضا اليوم عميد؟ نعم، آخر المناطق التي شهدت اقتحامات هي مدينة طوباس التي اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقوة خاصة إسرائيلية. أطلقت النار على شاب فلسطيني من الضابطة الجمركية، ضابط في الضابطة الجمركية كان بالتزيه الرسمي خلال أداء مهام عمله، هو أطلقت عليه النار، قتلت هذا الشاب وأصابت زميله بجروح متوسطة، احتاج الإسعاف لوقت طويل للوصول إلى الشهيد والإصابة لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع الإسعاف بداية من الوصول إليهم خلال اقتحام مدينة طوباس. هؤلاء استشهدوا، أو الشاب استشهد وزميله أصيب برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة، ومن ثم انسحبت قوات الاحتلال من مدينة طوباس بعد اعتقال أسيرين سابقين كانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. قوات الاحتلال حاصرت بعد ذلك أحد البنايات، اعتقلت أسيرا من داخل بناية، وخلال انسحابها اعتقلت أسيرا آخر أسرى سابقون الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في طوباس. الشهيد من الضابطة الجمركية من مخيم بلاطة في مدينة نابلس ويعمل في مدينة طوباس، سيتم نقل جثمانه من مستشفى طوباس الحكومي باتجاه مدينة نابلس بعد من ساعات تقريبا، سيتم نقل جثمانه إلى هناك لمواراة الثرى في مقبرة الشهداء في مخيم بلاطة بحسب المصادر المحلية التي وافتنا بما الذي يجري في مدينة طوباس. في مناطق أخرى من الضفة الغربية اليوم يرتفع عدد الشهداء منذ ساعات الفجر وحتى هذه اللحظة إلى 3 شهداء، الشهيد الذي نتحدث عنه في طوباس الضابط في الضابطة الجمركية، والشهيد قبله بدقائق كانت قد أعلنت عنه مناطق في طول كرم، مخيم طول كرم، وهو فتى أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأمس خلال اقتحام واسع لمخيم طول كرم، ليرفع عدد الشهداء خلال الاقتحام الذي جرى بالأمس إلى 6 شهداء، 5 منهم قصفا بطائرة مسيرة. احتجزت قوات الاحتلال جثامين 4 من هؤلاء الشهداء الذين كانوا بالأمس، من بينهم أيضا سيدة. اليوم يرتفع عدد الشهداء إلى 6 شهداء مع استشهاد هذا الفتى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، حيث نقلته طواقم الهلال الأحمر بعد وقت طويل من منع الهلال الأحمر من الوصول إلى الإصابات، كان مصابا بالرصاصة في الصدر، نقلته إلى المستشفى، وبعد تقريبا 24 ساعة وأقل 20 ساعة من محاولات الأطباء لإنقاذ حياته إلا أنه تم الإعلان عن استشهاده اليوم، سيتم تشييع جثمانه في مدينة طول كرم. عمليا في مدينة طول كرم اليوم سيتم تشييع جثامين 3 شهداء وليس فقط شهيد واحد، الشهيد الذي أعلن عنه اليوم والسيدة استشهدت بالأمس بقصف من طائرة مسيرة إسرائيلية وصلت إلى المستشفى، وكذلك الحال فتى كان قد أصيب قبل أسابيع في بلدة ميثلون في مدينة جنين وهو من منطقة طول كرم، استشهد وأعلن عن استشهاده في ساعات الليل. في مخيم قلنديا في شمال القدس المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم وهدمت منزل عائلة الشهيد محمد مناصرة، وخلال هذا الاقتحام اندلعت مواجهات، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، استشهد شاب وأصيب 8 آخرون بالجروح من بينهم 6 بالرصاص الحي، تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة رام الله، وبعد ذلك بعد تدمير وهدم هذا المنزل انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة. نلاحظ تصاعد في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وتصاعد في عمليات الهدم، إما بحجة أن أصحاب هذه المنازل كعقوبات جماعية على عائلاتهم لأن أفراد من هذه العائلات نفذوا عمليات مقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، أو بحجة عدم الترخيص كما يجري الآن في شرق مدينة أريحة منطقة المطار حيث اقتحمها قوات الاحتلال الإسرائيلي وهدمت فيها منزلا، تصاعد كبير في عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق، هذا ما يجري خلال هذا العام، وتحدثت عنه أكثر من مؤسسة رسمية فلسطينية منها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي قالت إن ما يجري من عمليات هدم لهذا العام يفوق 45% عن عمليات الهدم في العام السابق و65% عمليات الهدم في العام 2022. هي سياسة متصاعدة شملت حتى المناطق المصنفة بحسب اتفاقية أوسلو في عمليات الهدم، إذا تتنوع أسباب الهدم بالنسبة
جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بالنهاية كلها لفرض عقوبات جماعية وترحيل الفلسطينيين من الأماكن التي يهدم فيها جيش الاحتلال. في بيت لحم كذلك كان هناك تطورات، إحراق آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أصابها شاب فلسطيني بزجاجة حارقة. كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت هذه المنطقة واقتحمت مخيم الديشة في بيت لحم. خلال الانسحاب الشبان نصبوا كمينا للآليات بالزجاجات الحارقة، وأطلق أحد الشبان زجاجة حارقة باتجاه إحدى الآليات ما أدى لاشتعالها بشكل كامل، لتمنع قوات الاحتلال بعد ذلك طواقم الهلال الأحمر من الوصول لنقل إصابات من منطقة رطاس في بيت لحم. في تطورات أخرى قبل قليل محمد، جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل متضامنا أجنبيا، يزداد لاحظ زيادة الضغط على المتضامنين الأجانب الذين يقفون إلى جانب المزارعين الفلسطينيين. قبل قليل في مسافة يطا هاجم المستوطنون منطقة في مسافة يطا، أشهروا الأسلحة في وجه المزارعين الفلسطينيين وقاموا بوضع أغنام للمستوطنين في المناطق الزراعية للفلسطينيين. أحد المتضامنين الأجانب الذي حاول توثيق هذا الأمر، جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدى عليه بالضرب ومن ثم اعتقله وأخذه إلى جهة مجهولة. عميد شكرا لك على هذه الإحاطة من جنين، مراسل التلفزيون العربي، شكرا لك. التلفزيون العربي.